صباح الخير، صباح الفل والورد والياسمين على كل متابعي برنامج بي ان اف ام. اسعد الله بكل خير صباحا، اتمناه ينعم فيه السودان واهله بالامن والامان والاستقرار. اهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر هذه الاطلاله الصباحيه من بي ان اف ام. ان شاء الله صباحكم سعيد ومميز واجواء خريفيه مميزه على كل ربوع السودان، نتمناها امطار خير وبركه على الجميع بلا شك. والتمنيات والدعوات الصادقات لكل المتاثرين بالامطار والسيول والفيضانات في عدد من مناطق السودان المختلفه، بردا وسلاما عليهم يا رب. ودعوه لكل منظمات المجتمع المدني وكل الشباب وأيضا المتطوعين للوقوف وكل السودانيين أيضا للوقوف جنبا إلى جنب لنتخطى هذه المرحلة بأمان وسلام. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا أينما كنتم تستمعون وتتابعوننا عبر البي ان اف ام. نستمع يا صديق لحن البداية ومن بعده لنبتدي ونتعرف على موضوع صباح البي ان اف ام لهذا اليوم.
جمال من جديد وجمعة مباركة عليكم مشاهدينا. تحيات صديقات للزميلة عفاف حسن أمين، إن شاء الله ترجع تتواصل معكم في الأسابيع المقبلة. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. وموضوعنا لهذا الصباح غياب تدريس الموسيقى في والنشاطات الطلابية في المدارس والجامعات وأثرها في تدني المستوى والذوق العام بشكل عام. مرحلة الدراسة مشاهدينا ومستمعينا من المراحل المهمة والمميزة جدا في حياة كل إنسان، فمن خلال هذه المراحل المختلفة سواء كان أساس أو ثانوي يشكل من خلال الطالب يعني ذهنيا وعلميا وأيضا ثقافيا واجتماعيا. فسابقا كانت هناك عدد من النشاطات الطلابية من خلال تدريس الموسيقى كواحدة من المواد الأساسية، والرياضة والمسرح وغيرها من النشاطات اللي كانت بتلعب دور كبير جدا ومهم في ثقل موهبة الطالب في عدد من المراحل الدراسية. لكن سرعان ما تلاشت هذه النشاطات الطلابية وأثر أصبح واضح يعني لدى الجميع، فكثير من المدارس في ولو قليل من المدارس ما زالوا محتفظين بهذه النشاطات باعتبارها جزء أساسي ومهم جدا من المرحلة الدراسية بالنسبة للطلاب، ولكن البعض تخلى واستغنى عن هذه النشاطات واستبدلها أيضا بمواد علمية أو يعني عملية بالنسبة للطلاب. سنتحدث عن هذا الموضوع، وكل شخص مننا عنده مرحلة من مراحل عمره الدراسية والعلمية وعنده ذكريات كثيرة جدا ونشاطات هو كان بيحبها وبيمارسها منذ الطفولة في مراحل الدراسة المختلفة. سنستذكر سويا هذه المرحلة المهمة جدا والذكريات اللطيفة والجميلة وقدر شنو أثرت في شخصية الطالب سواء كان ثقافيا أو حتى اجتماعيا أو الموهبة اللي هو كان بيحبها، وقدر من خلال يعني النشاطات الطلابية أبرز هذه الموهبة، وفيما بعد طبعا استفاد منها في المستقبل. نستقبل تليفوناتكم على أرقام التواصل الظاهرة على الشاشة بلا شك، ونستذكر سويا ذكرياتنا المميزة مع مراحل الدراسة المختلفة والنشاطات الطلابية سواء كان موسيقى، رياضة، مسرح وحتى خطابة وغيرها من النشاطات المدرسية اللي بتكون موجودة داخل المدرسة، بالإضافة لعدد من المداخلات الهاتفية من أهل الاختصاص للحديث عن غياب هذه النشاطات في المدارس السودانية. نسمع.